Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir mes amis, mes élèves, comment allez-vous? Vous êtes les bienvenus. Ahlan biku, habaybi, talabat wa talabat, sanawa al-amma. Avec vous, M. Mohamed Al-Gouari, professeur de langue française pour le cycle secondaire. Maakoum, M. Mohamed Al-Gouari, admlouko nharda, révision sur une leçon très très importante, dars muhimme giddan, min drous qawad al-lughah al-fransiya, l'interrogation, الاستفهام. علشان تسأل حد من فرنسي لازم تكون متابع كويس جدا الدرس ده. أتمنى إن شاء الله من جميع التركيز والانتباه. خليكم معايا دائما أنتوا إن شاء الله سيغل سومي على القمة. أول حاجة علشان نقدر نوجه سؤال في اللغة الفرنسية لازم نعرف حاجة اسمها ليمو دنتوغاسيون. ليمو دنتوغاسيون يعني أدوات الاستفهام. أول كيستيون عندي أداة استفهام اسمها اسكو. اسكو اسكو يعني هل. لو قلت لك أو قلت لك اسكو Tu es égyptien? هتقول لي oui, je suis égyptien. هل انت مصري? Oui, je suis égyptien. أو non, je ne suis pas égyptien. Je suis italien أو je suis français. الرد على اسكو يا جماعة هو بوي ونو. أول حاجة السؤال باسكو ليه ثلاث أشكال. أول حاجة إن أنا أسألك باسكو أو أسألك بتقديم الفعل على الفاعل أو إن أنا أسألك بنفس الجملة مع وضع علامة الاستفهام. إن أنا أقول لك اسكو tu es égyptien؟ Tu es égyptien? Et tu es égyptien? في كلا الحالات الثلاثة معناهم هل أنت مصري؟ هتقول لي oui أو no. لو السؤال بإسكو ده كان منفي، لو السؤال كان منفي إن أنا أقول لك كده إسكو tu n'aimes pas le sport؟ هل أنت مش بتحب الرياضة وأنت كنت بتحبها؟ هتقول لي سي جيم لي سبور. بص دي جديدة. سي يعني بلا للرد على سؤال منفي بإسكو أو السؤال بهل منفي. تاني كيستيو عندي السؤال بكي. كي يعني من؟ احمد جو فوتبول. كي جو فوتبول؟ اوكي كي يعني مين؟ كي ممكن تتغير شكلها لا كي او افيك كي او شو كي. كي يعني الى من؟ بقول لك كي تو بارل الى من تتحدث. هتقول لي جو بارل ا بابا. جو في شي مون اونكل انا اذهب عند عمي. شو كي تو فا عند مين بتذهب؟ Je mange avec mon ami. أنا باكل أو بتغدى مع صاحبي. Avec qui tu manges؟ يبقى عندنا qui يعني من؟ qui إلى من؟ Avec qui مع من؟ Chez qui عند من؟ رقم ثلاثة السؤال ب ما ماذا أو ما أو ما الذي؟ يبقى ما أو ماذا معناها كو وكاسكو أو كمان كوا. إلى شيت أن كادو هو بيشتري هدية. كو أشيتيل أو كاسك إلى شت. الفرق بين كو وكاسك إن مع كو بعكس الفيرب والسوجي، بجيب الفعل الأول بعد كده الفاعل، زي ما إحنا شايفين المثال اللي قدامنا بيقول لي كو أشيتيل أو كاسك إلى شت. كاسكو بترتب الفعل مع الفعل، يعني بتجيب الفعل الأول بعد كده الفعل. جو مونج دي فيغوي يبقى كاسكو تو مونج أو كاسكو تو في أو كو في تو. جادور لو مات أنا أعشق الرياضيات. تقول لي كاسكو تو أدور. كاسكو تو أدور معناها ماذا تعشق. أما الفرق ما بين كو وكاسكو وكوا إنه كوا غالبا بتيجي آخر السؤال. إن أنا أقول لك تو أدور كوا. تو أدور كوا يبقى كوا هي تتساوى في المعنى مع كو وكاسك لكن كوا بتيجي آخر السؤال. السؤال بعد كده عندنا السؤال بإيه؟ السؤال ب أو أين؟ أو يا جماعة بتسأل عن المكان. تسأل عن مفعول غير مباشر مكان مسبوق بحرف جر دون يعني في يعني إلى سوغ يعني على سو يعني تحت ديفون يعني أمام دغيير يعني خلف أكوتي دو بجوار لوان دو بعيد عن بغي دو قريب من. جي في أو ستاد أو فاتو أين تذهب؟ جي فيان دو ستاد دو أو فيان تو من أين تأتي؟ جي باس باغ لو ستاد يبقى باغ أو passer tu pour aller à la maison. يبقى عندنا او يعني اين دو او من اين par او باي الاماكن تمر. نمرو 5 كيستيون اللي بعد كده السؤال بكومون. كومون يا جماعه يعني كيف. بتسال بس معناها ما في سؤال واحد اللي هو كومون تو تابيل ما اسمك. لكن كومون بتسال عن الاسم كومون تابيل تو. بتسال عن الحال كومون فا تو او كومون سافا. بتسال عن وسيله المواصلات كومون فا تو او كلوب. هتقول لي جي في او كلوب اون مترو. السؤال اللي بعد كده عندنا الكيستيون بي كون. كون يعني متى. تسأل عن الزمن. جي في او كلوب لو سوار كون فا تو او كلوب. لو الزمن ده مرتبط بساعة معينة هقول لك اكالور. اكالور في أي ساعة؟ هقول جي سور افانور أنا بخرج الساعة 8. اكالور سور تو. سافا. نمرو 8
أداة الاستفهام رقم 8 مهمة جدا، اسمها كل. كل معناها ما أو أي، بيجي منها أربع أشكال، كاتري فورم، كل ال ودوبل ال، وال اس ودوبل ال اس، معناها ما أو أي. كل بتسأل عن اليوم، كل جوغ سوم نو، هتقول أجوردوي نو سوم ساميدي. كل بتسأل عن التاريخ، كالي لا دات أجوردوي. ولو خدنا بالنا الفرق ما بين كل بال وكل دوبل ال، زي ما احنا هنحدد مع بعض، عندنا كل ال واحدة الاكزامبل ده معناها ان جاي بعديها كلمة ماسكولة، كلمة جوغ دي كلمة ماسكولة معناها يوم. كل في رقم اتنين بدوبل ال، لان جاي بعديها كلمة لادات، لادات يعني التاريخ، كلمة في ميناء. كل كولور رقم تلاتة، ما اللون، كل كولور بغفيغتو، كلمة كولور كلمة في ميناء سنجولية. ورقم اربعة كل ماتير بغفيغتو، كلمة ماتير معناها مادة دراسية او خامة، معناها مادة دراسية في ميناء سنجولية. كالاجاتو ما عمرك، هي كلمة آج أصلا معناها عمر، معناها كلمة مذكر ماسكولا. كاليتونو ما هو اسمك، برضو نفس الكلام من كلمات الماسكولا بتاعتنا سافا. ونخلي بالنا كمان الجزء اللي جاي، بسأل عن الرياضة المفضلة كاليسبور بيرفكتو، بسأل عن الجنسية كاليتا ناسوناليتي، بسأل كمان عن اللغة كالي فوتر لونج او كال لونج بارلتو، وبسأل عن عنوانك في رقم 11 كالي تون ادريس. كل دي الكل بتختلف شكلها من ال لدوبل ال حسب الكلمة اللي جاية بعديها. كال يعني ايه؟ معناها ما او اي. بتسأل عن الماسكولا والفيمينا والبلوريال ماسكولا وبلوريال فيمينا. اداة الاستفهام اللي بعد كده اسمها كومبيان دو، كم العدد، وكومبيا كوت، كم السعر. دائما الدو ثابته لا يتغير شكلها الى دو دولا، لكن ثابته دائما، ويجي بعدها دائما كلمه جمع او اسم جمع. اليا 30 اليف دون ما كلاس، في 30 طالب في الفصل. كومبيان دو اليف اليا دون تا كلاس. اخيرا اداه الاستفهام اسمها بوركوا، بوركوا معناها لماذا، بتسال عن السبب ويكون الاجابه عنها بكار او باسكو. لو قلت لك بوركوا تو فا او سيلف، بوركوا تو فا او سيلف، ليه رايح المطعم؟ بوركوا تو فا او سيلف، هتقول لي جو في او سيلف بور مونجي، رايح المطعم لكي اكل. بوركوا معناها لماذا. خلي بالك الانتروجاسيون من الاسئله مهمه جدا، لا يخلو امتحان ثانويه عامه على مدار السنين اللي عدت بنسبه 100% ان لا يخلو امتحان من سؤال ادوات الاستفهام او المود انتروجاتيف. تعال نشوف مع بعض كده الاكزامبل ده من الاسئله. بيجي لنا السؤال ازاي؟ بيجي لنا طبعا على هيئه شوازي. اصحى للكلام ويلا مع بعض. تو اشيت او مارشي، انت بتشتري من الماركت، او ولا كي ولا كاسك. ها سامع حد بيقول لي كي؟ طبعا غلط. هي اداه الاستفهام، او يعني اين، كي يعني من، كاسكو يعني ماذا. كاسكو تو اشيت، بحل ازاي يا مسيو؟ بتحل ان انت اول حاجه لازم تفهم الكيستيو نفسه جاي ايه، ومعنى كل اداه استفهام، وتشوف الانسب جراماتيكال ولانجويستيك، يعني الانسب في المعنى والجرامير. كومبيان دو، كم عدد، كون، متى، كومو، كيف، بريبا بري نوفو بار جور، وجبه بتتناولها كل يوم، هتبقى كومبيان دو، كم عدد. قال لي مونج با، هي مش بتاكل، كوا ولا كي ولا بوركوا. برافو عليكي، بوركوا. تي بارون فيان، والديك راجعين او جايين، يبقى من اين، دو او او دو. كي ولا كو ولا اسكو. تا مير مي دو سول دون لو سالاد، مامو وضعت ملح في السلطه، اسكو. البواف هما بيشربوا ايه؟ ايه ده الاستفهام اللي قلت عليها بتيجي في اخر السؤال، البواف كوا. نمرو 7، تون بير برون سون دوجيني، والدك بيتناول العشاء، اكالور، عشان ده اللوجيك كمعنى. لو بوم لو كولو دو بوم سي، ها واضح من الجمله ان انا بسال عن سعر كيلو التفاح، سي كومبيان، عشان ده صيغه ثابته. سي باس، سي باس معناه يحدث او يتم. كاسكي سي باس، كاسكي غير كاسكو، كاسكي اداه استفهام معناها ما الذي، بتسال عن فاعل غير عاقل. ايه لا فات دو تون انيفرسير، كي ولا كيل ولا كون، يبقى كون، كون ايه لا فات دو تون انيفرسير، امتى بيكون عيد ميلادك. بعد كده من دروسنا الجرامير المهمه جدا اللي نتكلم عنها دلوقتي، هو ليز ادجكتيف بوسيسيف، ادوات او صفات الملكيه. ليز ادجكتيف بوسيسيف
ده احنا بنراجعها باعتبار ان هي كانت عندنا في تانية ثانوي وهتجينا تاني في الدرس الاول او في الوحدة الاولى في تالتة ثانوي. صفات الملكية من الدروس السهلة والبسيطة واللي بتيجي بنسبة كبيرة في الاجزاما. صفات الملكية هي توضع امام الاسماء سواء كانت عاقل او غير عاقل، كلمات عاقل او غير عاقل، لاثبات ملكيتها عشان تعبر عن الملكية. مثلا ده كده اسمه استيلون، عشان اقول عليه قلمي انا اقول عليه مون استيلون، قلمك انت اقول عليه تون استيلون، قلمه هو او قلمها سون استيلون، قلمنا كلنا نوتغ استيلون. اللونيت دي النضارة بقول عليها ميلونيت، ميلونيت يعني نضارتي. انا عندي صفات الملكية بتختلف حسب فاعل الجملة. لو الجملة بادئة بجو هتعامل في جوه الجملة بمون وما ومي. مون دي معناها ملكي انا، بس بتكلم عن حاجه مذكر. اقول على المو والما والمي كلهم معناهم يا جماعه مي، مو ما مي كلهم معناهم ملكي، بس حسب يا ترى الحاجه اللي بتكلم عنها. صفه الملكيه تتبع المملوك وليس المالك، يعني بتتبع الحاجه اللي بتكلم عنها. يعني بقول جيم بحب مون بير ما مير مي فرير، تو انت تو اشيت انت اشتريت، تون بونتالون تا شيميز، تي بوت il ou elle هو او هي، il va à son club sa plage et avec ses amis. نو كلنا بتاخد نوتر مع الماسكولا والفيمينا. النو بتاخد ايه؟ نوتر نوتر نو، نوتر مع الماسكولا ونوتر مع الفيمينا. تقول نوتر اونكل ونوتر تونت، نو بارون. الفو انتم تاخد فوتر اونكل وفوتر تونت، vos amis. اما الافيك اس والافيك اس او اي فاعل جمع يعامل معامله الالافيك اس زي ليزيلاف وليزامي، تاخد لور والرافيك اس. يعني ايه لور يا مسيو؟ لور يعني ملكهم. تقول لور ميزون بيتهم، لور كلاس فصلهم، لور ايكول مدرستهم، لور زامي اصحابهم، لور كاي كراساتهم. يبقى جو مون مامي، اي تو تونتا تي، ال والال سون ساسي، اما نو نوتر نو، وكمان الفو فوتر فو، الافيك اس والافيك اس، لور لور لرافيك اس. بنقول ان تستخدم المو والتون والسون بدل الما والتا والصا مع اي كلمه في ميناء تبدا بحرف فويل. حروف المتحركه اللي هي الأ والأ والإي والأو والأو والأش وكمان الإجراك. أي كلمة بدأ بحرف فويل وهي في ميناء تعامل مسكولة. يعني بتقول صاحبتي أو صديقتي هتقول عليها ما أمي، هقول لك فو غلط، لأن المفروض تقول عليها مونامي. مونامي جو في أوكي أ مونيكول، جو في أ مونيكول مش ما إيكول. كلمة إيكول أصلا كلمة في ميناء، المفروض أقول عليها ما إيكول، هقول لك لا هقول عليها مونيكول، لأن إيكول تعامل معاملة الماسكولا مع صفات الملكية فقط. كلمة إيكول وكلمة أمي وكلمة أورانج وكلمة أدرس وكلمة أوبينيون وكلمة أفي يعني رأي، وكلمة إيكوب يعني فريق، وكلمة أنترينوز يعني مدربة، سافا. كلك وكلمة إيدي يعني فكرة. كل الكلمات اللي بدأ بحرف فويل تعامل مذكر يا جماعة. هقول جي أنامي، تعال نشوف كده إكزامبل من الأسئلة. بيقول جي يانامي عندي صاحب، وما فيش صاحب بيتصاحب. جي انا مي امي اي غران سون ولا مون ولا تون، هنا عشان الجمله بادئه بالجو سافا هنتعامل بمون. روبير ا ان سوغ، روبير عند اخت، سير ا 14 اخته هو، روبير ده ايل فياخد سون وساوي سي. انا بيختار حسب الكلمه اللي بعد النقط، سير هتاخد سا سير. تو يم انت، التو بتاخد ايه يا جماعه؟ تون وطاوي تي. كلمه بير يعني بابايا ماسكولا، تاخد تون بير. فيرمي هنا الفيرب في اخر ازاد، يعني بوجه الفيرب مع الفو، يبقى فيرمي فو ليفر ان ليفر بلوريال. مسيو كومون تاليفو ا فوتر ترافاي، يعني كيف تذهب حضرتك لشغلك. ايل ايكوت هو بيسمع، بروفيسور خلي بالكوا بروفيسور هنا في اخرها اس، هتاخد سي بروفيسور. ليز ليف سو بريبار بور، الطلبه بتستعد علشان امتحانهم. لور اكزام، لان ليز ليف دي هي الافيك اس، هتاخد لور ولورافيك اس. جيان فريغ عندي اخ، بتكلم عنه هو، سون نو اي اسلام، لان بتكلم عن عن اخويا ده سون، لان فرير ده ايل. داليا ام، داليا بتحب بارون، داليا هي الايل والال، تاخد سون وساو سي، تاخد سي بارون. جي 14 عند 14 سنه، غون فرير اخويا الكبير ده
بيتعامل ماسكولا هتبقى مون جران فرير سافا. يبقى les adjectifs possessifs voit الملكيه سافا سي سون des adjectifs exprime la possession. هي عباره عن صفات تستخدم للتعبير عن ملكيه الاشياء والاشخاص. سافا النهارده قدمت لكم فيديو سامبل جدا بنقدم فيه لي مود انتروجاسيون ادوات الاستفهام وكمان les adjectifs possessifs صفات الملكيه. كنت معاكم ميسيو محمد الجواري، استنونا فيديو جديد ودروس اللغه الفرنسيه بوغ لتغوازي مني سيكوندير. ميرسي ميزامي، او ريفوار.